كنت الأولى على المملكة في التوجيهية، وحصلت على منحة دراسية، ولكن والدي لم يسمح لي. ثم التخصص كان من السنة الثانية، فتخصصت في اللغة الإنجليزية. لم يكن شيئا سهلا، خاصة يعني بالنسبة لي طالبة حديثة التخرج. أنا قدرية سالم منصور بن سويد، من مواليد بنغازي أثناء الحرب العالمية الثانية سنة 1941. ثم نشأت في شارع العجيب قرب ميدان الشجرة، وذهبت إلى مدرسة الأميرة اللي هي بالقرب من الفندق البلدي، ثم ذهبنا إلى المدرسة الثانوية في البركة، وكان يقلنا باص خاص بالطالبات. ثم التحقت بالجامعة الليبية. أوكي، كنت الأولى على المملكة في التوجيهية، وحصلت على منحة دراسية، ولكن والدي لم يسمح لي. التقاليد كانت صارمة جدا، فالتحقت بالجامعة الليبية التي هي قصر المنار سنة 1960 تقريبا، 59 60. أنا حصلت على التوجيهية سنة 1959. التحقت بكلية الآداب. كانت السنة الأولى سنة عامة، يعني ندرس فيها جميع المواد الأدبية. ثم التخصص كان من السنة الثانية، فتخصصت في اللغة الإنجليزية، وكان المدرسون الذين كانوا يدرسوننا من أكبر الأساتذة. فمثلا في السنة الأولى كان يدرسنا السيد الدكتور محمد أبو ريدة، وكان يدرسنا الدكتور إبراهيم اللبان وعبد العزيز طريح شرف، من أكبر الأساتذة في الجامعات المصرية. في السنة الثانية تخصصت في اللغة الإنجليزية، وأيضا كان هناك أساتذة كبار مثل البروفيسور ويليامز، وهو أيضا شاعر، والبروفيسور لم يحضرني اسمه الآن، برنارد بلاكستون، وهو كان من كامبريدج، والمستر كيرنر، وهكذا. كنت في خلال ال4 سنوات كنت الأولى على الدفعة، إلى أن تحصلت على الليسانس في اللغة الإنجليزية سنة 63، ورشحت أن أكون معيدة قبل أن أتخرج، وعينت معيدة في سنة 64. وبعدها بقليل بدأت التدريس. درست في السنة الأولى. أمضيت في التدريس في الجامعة الليبية سنة، ثم سافرت إلى بريطانيا في نهاية، تزوجت وسافرت في نهاية 65. سافرنا إلى بريطانيا، وهناك في جامعة نوتنغهام درست أيضا اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي، وتحصلت على الدبلوم العالي، وهو تقريبا يعادل الماجستير. كانت هناك حوالي 5 مواد تحضيرية ورسالة بحث، وكان بحثي في العنصر المسرحي أو الدرامي في رواية توم جونز، وهي رواية كتبت في القرن ال18. فلم يكن شيئا سهلا، خاصة يعني بالنسبة لي طالبة حديثة التخرج. اجتزت الدبلوم بتفوق، كان ترتيبي الثالثة. كانت هناك جنسيات أخرى، كانت هناك طالبة هندية وطالبة إيرانية، الهندية كانت الأولى والإيرانية الثانية وأنا كنت الثالثة، وكنت متزوجة ولدي طفلة أيضا. قدرية بن سويد كانت تعيش في البلاد في شارع العقيب بقرب سوق الحوت، كان هناك بيت أخوالي، وبقرب ميدان الشجرة كان أخوال والدي، فكنت أتنقل في هذا الشارع بحرية وبأمان. كانت هناك عربيات الحصان يعني، لم يكن هناك سيارات، ربما سيارة أو اثنان، وكنا نلعب مع أبناء الجيران، وكانت علاقتنا بالجيران علاقة ودية وجيدة. وكان الشارع يسكنه من مدينة زليتن ومن طرابلس وهناك أيضا من فزان، من جميع أنحاء ليبيا، لم نشعر بأي فرق. خالتي فلانة، خالتي فلانة، سيدي فلان، وكنا يعني نتزاور، وكانوا يدخلون علينا بدون مواعيد. كانت النفوس صافية، وكانت المتطلبات بسيطة، كنا نشعر بالسعادة وبالراحة وبالأمان. فكنت أذهب إلى المدرسة بعد دراستي في المدرسة اللي هي جنب الفندق، مدرسة الأميرة. درسنا في مدرسة على البحر جنب الكورنيش، فكنت أذهب على رجلي من شارع العقيب إلى البحر، وكنت أمر على زميلتي فتحية بوجازية وزميلتي المرحومة حواء الرعيض وزميلتي خديجة ستيتا، وكنا نذهب معا، وزميلتي المرحومة نجمية الطرابلسي، وكنا نذهب مشيا على الأقدام. بعد الابتدائية، بعد ما أتممنا الابتدائية، انتقلنا إلى مدرسة البركة. كان هناك بص من الحكومة ينقلون. ناظرة مدرسة البركة كانت سيدة إنجليزية اسمها مس ديليني، سيدة إنجليزية تتكلم شيئا من العربية، والباين كانت عايشة في مصر. الابتدائية والإعدادية والثانوية جمعتني بزميلتي وأختي وجارتي فتحية مازق وخديجة ستيتا ونجمية طرابلسي وربح صهد، إلى أن دخلنا الجامعة. كانوا ينظرون إلى تعليم المرأة أنه شيء عيب وعار. فعندما أكملت المرحلة الابتدائية وقف جدي وقال يجب أن تظل في البيت، فاستجديت وبكيت وأحبطت، وبعدها وافقوا لي. عندهم عيب تعليم المرأة، عيب. وعندما سمح لي والدي بإكمال التعليم كأنه تحدى المجتمع. لم تؤثر في عزيمتي، ولكن والدي كان يشعر ببعض الإحراج، فيستعجبون يعني يستغربون كيف هذا الرجل سمح لبنته بأن يعني تكمل وتطلع، فكان شيء معيب يعني. كان هناك يعني كانوا يفخرون بي صراحة، كنت فخر لوالدي ووالدتي وأقاربي أيضا. وهناك أيضا ربما هذا دفع يعني الناس إلى تشجيع التعليم، يعني كانت نظرتهم إلى التعليم نظرة محبطة ودونية، و يعني مليئة بالاستغراب يعني. تعلمنا اللغة الإنجليزية من سنة 5 ابتدائي. من سنة 5 ابتدائي، في سنة 5 ابتدائي كانت تدرسنا مدرسة فلسطينية. وثم بعد ذلك في الثانوية كانت تدرسنا مدرسة بريطانية. الأستاذة المرحومة حميدة العنيزي كانت ناظرة مدرستنا الابتدائية، وكانت تربطنا بها أيضا علاقة أسرية. والمرحومة خديجة الجهمي كانت تدرسنا أيضا، وكانت شخصية مميزة يعني، مليئة بالنشاط والحزم. أنا أحببت الأستاذة خديجة الجهمي جدا، أحببتها وتأثرت بها لأنها كانت يعني شخصية مميزة، وكانت حازمة، وكانت ذات لها أخلاق عالية. حصلت على الماجستير في اللينغويستكس من جامعة ميشيغان. فرصيدي هو حب الطلبة، يعني انشغلت جدا بتربية الأطفال والتدريس. قبل ذهابنا إلى السعودية ذهبنا إلى أمريكا، وهناك تحصلت على الماجستير في اللينغويستكس من جامعة ميشيغان، آن آربر ميشيغان. ومكثنا هناك حوالي 1.5 سنة. ثم رجعت أيضا للتدريس في الجامعة الليبية، وأحضرت معي كثيرا من الكتب التي يعني تخص التدريس، وهذه الكتب أشار علينا أساتذتنا بها، فشحنتها في البحر، واستفدت منها أيما استفادة. وربما ربما ربما خلقت لي شعبية كثيرة في قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة. فرصيدي هو حب الطلبة لي. لم أكمل دراساتي إلى الدكتوراه، لكن كل ما لدي من مجهود وإخلاص أعطيته لطلبتي. رجعت إلى ليبيا واستمريت في التدريس، يعني انشغلت جدا بتربية الأطفال والتدريس. ذهبنا إلى السعودية وعشنا بها حوالي 4 سنوات، وهناك أيضا كان همي تربية الأطفال. طلبوا مني أن أدرس هناك في السعودية، ولكنني لم ترق لي الفكرة، لأن كنت حريصة على وجودي مع الأطفال. أعتقد عشنا بالأردن حوالي 8 سنوات، ثم رجعنا. كنت في إجازة بدون مرتب، ثم رجعت للتدريس. أشاهد بعض الزملاء الأساتذة أن مثلا لديه شيت يعني وريقات ويدرس منها. لم يكن هناك مادة ممتعة، لم يكن هناك تغيير. فسمعت أن عندهم مثلا محل اللي هو خاص ببيع الكتب للطلبة، فذهبت إليه. ذهبت إلى المحل وإذا به مليء 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 بكتب، يعني زي ما تقول أشكال وألوان، شيء في القراءة، شيء في المسرحية، شيء. وكانت يعلوها الغبار، ويعني كانت مليانة غبار، ما حدش يستعمل فيها، ما حدش اكتشفها، مع أن كانوا يبيعوا فيها للطلبة بأسعار رخيصة ورمزية. كنت أريد أن أدرس اللي هو الريدينج، أعتقد ريدينج 2. فذهبت إلى هذا المحل تابع لكلية الآداب داخل الجامعة، داخل كلية الآداب، وأنا أبحث إلى أن وجدت يعني زي ما تقول تكست بوك، يعني كتاب منهجي في تدريس القراءة، فاستخرجته. ويعني طلبت من الطلبة أنهم يشروه واستعملناه، كذلك لما في السنة الثانية والسنة الثالثة وهكذا، يعني تقريبا كملت لهم أو زي ما تقول سوقت لهم الكتب اللي فيها البوك شوب، والطلبة استمتعوا بيها. بس هذه الكتب كان تاريخها قديم، يعني مثلا في ال78 في ال79، وبعض الطالبات قالت لي يا أستاذة هذا قديم الكتاب. قلت لها الله غالب، هذا الموجود ما كانش يعني مسموح بالكثرة الاستيراد لكن مش الحال. كتب أمريكية، يعني مادة منهجية ممتعة. طيب. هذه محطة، والمحطة الأخرى لما سنة رابعة حتى هي كنت ندرس فيهم، ومن الكتب اللي أحضرتها معي من أمريكا، وكنت أسافر أحيانا في الصيف أسافر لبريطانيا إجازة وأشتري كتب من مثلا من جامعة كامبريدج فكنت أستعملها في التدريس، اللي هي كامبريدج فيرست سيرتيفيكت، ويعني مش كتاب عالي يعني كثيرا. واحدة من الطالبات قالت لي يا أستاذة أنت تعطي فينا الإنجليزي متاع الإنجليز. قلت لها شنو في إنجليزي للإنجليز وإنجليزي للليبيين؟ قالت لي ما نبوش، نحن نبو حاجة سهلة. فهذه يعني عمري ما ننساها هذه الملاحظة. وكانت مدرسة اللغة الإنجليزية تخشى هذه الطالبة وتخاف منها. فتتفاوت، فيه اللي أغنياء وفيه، بس ما كانتش فيه الهوة اللي موجودة مثلا الآن، أو كان فيه. كانت فترة نوعا ما يعني هادئة سياسيا، كانت هادئة، لم يكن هناك شيء ملفت للنظر إلا حرب الستة وخمسين، العدوان الثلاثي على مصر. فطبعا تحمسنا لمصر، ويعني كانت هناك طالبة تحضنا على الخروج إلى الملعب أثناء فترة الاستراحة والهتاف والتظاهر ضد بريطانيا. وكانت مدرسة اللغة الإنجليزية تخشى هذه الطالبة وتخاف منها. كان الوضع مستقر. كان هناك دكان بدوسة ودكان علي لنقي ودكان ومحل الشيباني، وكنا نشتري البضائع المستوردة، وأيضا محل عبد الصمد للبضائع بالجملة كان يستورد ويوزع على التجار. وكانت الأشياء رخيصة، كانت الأشياء متوفرة ورخيصة. كنا نشتري الملابس البريطانية من علي لنقي، بريطانية الصنع، بس كانت الأسعار رخيصة بصراحة. يعني ظروف الناس تتفاوت، فيه اللي أغنياء وفيه، بس ما كانتش فيه الهوة اللي موجودة مثلا الآن، أو كان فيه يعني. أنا شخصيا يعني كان الوسط متاعي متوسط، لم نحتاج إلى شيء، ولم يعني لم نكن من الأغنياء. تواصل مع زميلاتي فتحية مازق وخديجة ستيتا وربح صهد، ويعني لا زال مستمرا. انتقلنا من بنغازي إلى بريطانيا، كانت يعني نقلة. كانت الحياة تختلف اختلافا تاما. وكنت متزوجة وكانت لدي طفلة وكانت أعباء الدراسة، لكن احنا نظمنا حياتنا، لم نكن يعني نختلط كثيرا بالأصدقاء، نختلط فقط أثناء نهاية الأسبوع. يعني كانت الحياة صعبة، كانت الحياة صعبة، كنا مشغولين طول الوقت بالدراسة وبالتنقل. كان زوجي، ومن المصاعب الأخرى أن زوجي كان يدرس في لندن، هو على يعني أكمل فترة المدة التحضيرية كان يكتب الرسالة، فانتقل معي إلى نوتنغهام، وكان يذهب إلى الأستاذ المشرف كل أسبوعين. فكانت حياة يعني صعبة، مش سهلة، كانت حياة يعني كمان ينتقل من قرية إلى مدينة كبيرة. كانت بريطانيا في ذلك الوقت يعني في الستينات كانت أهدأ من الآن، ويعني وهم كانوا أكثر يمكن يعني محافظة من الآن يعني. وكان هناك بعض العائلات الليبية اللي أرشدتنا وساعدتنا. كان هناك اختلاف يعني، لكن كانت بريطانيا أهدأ، وكان لم يكن بها هذا الخليط من المهاجرين مثل الآن، فبعد يجي سنتين ولكن من وجودنا في بريطانيا ولكن كانت أحيانا يقولوا لنا يعني it is not London anymore. احنا عشنا في لندن، it is not London anymore، يعني شنو هالفورينرز، London for foreigners like you. قلنا لهم لا، نحن هنا فور يعني شورت تايم بس. كانت على العموم أهدى شوية، من الآن. أنا درست الريدنج اللي هي أنا ما اكتسبته من خبرة في تدريس الرايتنج، يعني استفدت منه في تدريس بحث التخرج. عندما الطالب يكتسب فن يعني تقطيع الكلمة لا يستطيع إلى اللجوء إلى القاموس، يعني استعمال القاموس بكثرة يعني يمنع الطالب من التركيز على قراءة وفهم القطعة. عندي مجموعة محاضراتي، إن شاء الله يعني أتمنى أن أجمعها ويعني أطبعها وأخرجها للطلبة. أنا درست الريدنج اللي هي أنا تخصصي الأخير في الابلايد لينغويستكس اللي هي يعني اللغويات التطبيقية. فما تعلمته من نظريات في اللينغويستكس في أمريكا أحاول أن أطبقه في التدريس. فأحاول أن أجمع محاضراتي في تدريس الريدنج. درست الريدنج حوالي 7 سنوات، ودرست الرايتنج حوالي أيضا 6-7 سنوات. فكنت زي ما تقول أقوم بالترتيب: المراجعة أول السنة، المراجعة ثم أقوم خطوة خطوة. مثلا الرايتنج اللي هو رايتنج 3 كنت أدرسهم مثلا الرسائل الشخصية، ثم الرسائل الرسمية، ثم أنتقل إلى الباراجراف وإلى أن نصل إلى الإساي، ثم بحث التخرج. ثم بعد تقاعدي يعني اقتصرت على تدريس بحوث التخرج. ما اكتسبته من خبرة في تدريس الرايتنج يعني استفدت منه في تدريس بحث التخرج. أود أن أجمع كل هذه المواد وأطلعها يعني في كتيب أو كتاب ما تسمح به الظروف ليستفيد منه الطلبة، وكذلك في الريدنج وكذلك في تدريس مادة القراءة. فكنت مثلا القراءة مثلا في حاجة اسمها الكومبريهنشن يعني الفهم، ومما يساعد الطلبة على الفهم اللي هو تقطيع الكلمة. نقطع الكلمة إلى prefix وإلى stem اللي هو جذر وإلى suffix. عندما الطالب يكتسب فن يعني تقطيع الكلمة لا يستطيع إلى اللجوء إلى القاموس القاموس القاموس، يعني استعمال القاموس بكثرة يعني يمنع الطالب من التركيز على قراءة وفهم القطعة. فكنت أدرسهم هذه المهارة مثلا، فجمعت مواد كثيرة من كتبي التي رجعت بها من أمريكا، وأحب أن يعني أجمعها في مادة يستفيد منها الطالب المبتدئ والمتوسط والمتقدم يعني حسب حاجته. كنت أحب هذه اللغة، كانت درجاتي فيها عالية جدا جدا. وبعدين دراسة اللغة زي ما تقول يعني جفت أو موهبة من عند الله يعني. بعدين أنا كنت أود دراسة اللغة العربية، لكن كنت أكره الكلمات الصعبة اللي في الشعر الجاهلي. الكلمات الصعبة اللي في الشعر الجاهلي يعني جعلتني أبتعد عن التخصص في اللغة العربية، ولو أني أقوم ببعض الكتابات في اللغة العربية. عندي بعض كتابات ومقالات يعني بسيطة، منها اللي هو بعد الثورة كانت هناك مسابقة اسمها رسالة إلى شهيد، فجربت حظي فيها فكتبت رسالة إلى جريح فكتبت هذه الرسالة وفازت يعني كتبت هذه الرسالة يعني بشعور يعني كأني أنا يعني هذا الجريح ابني أو قريبي أو أخي. أحب قراءة الروايات يعني الرواية. عندما كنا ندرس اللغة الإنجليزية في الجامعة الليبية لم ندرس كثيرا، لم نقرأ كثيرا من الروايات، بس قرأنا كثيرا من الشعر، وتعمقنا أيضا في تقسيم بحور الشعر عند البروفيسور هذا بلاكستون، ومسرحيات شيكسبير. فكنا ندرس مسرحية درامية يعني حزينة ومسرحية فكاهية، كوميدي وتراجيدي لكن الرواية لم يكونوا يركزوا عليها يعني. لكن عندما ذهبت إلى بريطانيا اصطدمت بهذا الواقع يعني، فكان علي أن أعوض سنة كاملة وأنا أدرس الرواية اللي هي النوفل. فيه يا سيدي بتاع جين اوستن يعني الروايات التي تتكلم عن الحياة الاجتماعية يعني، وأوليفر تويست هذه بتاع ديكنز، هذه اللي يصور بيها فيها البيئة الفقيرة في بريطانيا. أيوة. وهناك أيضا رواية متاع الرعب ايميلي برونتي. في هناك كثير من الروايات. بالنسبة للجامعة كل أستاذ له طريقته الخاصة يعني في الامتحان. مثلا أنا كنت أدرس ريدنج 2 وريدنج 3 وريدنج 4، وكان السقوط كثير في مادة الريدنج هذه. ايش يديروا؟ كانت الامتحان يكون unseen يعني غير مرئي. طبعا انت السنة كلها وانت تدرس فيه وتدرب فيه ويعني تجهز فيه، لكن الامتحان كان اغلب الاساتذه كان يكون قطعه unseen يعني يفاجئ بها الطالب، وأختبر يعني قدرته في القراءة. أنا لاحظت هذا الشيء، لاحظت. فالأستاذ له مطلق الحرية. عندنا 3 امتحانات أثناء السنة، عندنا اللي هو امتحان الفترة زي ما تقول الفترة الأولى اللي هو، وبعدين الثانية يعني عليها أعتقد 40% الجزئي، يسموه الجزئي، عليها 40%، 20 و20، وال60 على الفاينل. فأنا يعني لاحظت كثرة السقوط، كثرة الرسوب. فإيش درت؟ تميت ال60 هذه، ناخذ مثلا ال40 يكون على الأنسين، ال40 وال20 يكون من الأشياء التي درسناها أثناء السنة الدراسية. أثناء السنة الدراسية مثلا درسنا المفردات، الكلمة وعكسها، الكلمة ومرادفها، مثلا الباراجراف نبي الفكرة الرئيسية، الباراجراف نبي فيها زي ما تقول يعني الجملة اللي أكثر تعبير فيها. فكل المهارات هذه درسناها أثناء السنة، فنجيب لهم منها، نجيب لهم منها. تحسنت درجة الطلبة، يعني خاصة الطلبة اللي عاودوا المادة، في اللي عاودوا المادة 3 مرات، حرام يعني يكون يحبط الطالب. أذكر أن بعض الأساتذة كان يدرس مادة ويريدهم أن يحفظوا بالسطر بالكلمة من هذا الكتاب، فعندما يصطدم الطالب بهذا الحجم الكبير من الكتاب يحبط. يعني كنت أنظر إليهم كأنهم أبنائي وبناتي، أو كأنني أعرفهم منذ زمن بعيد. لا أعتقد أن كان هناك تحديث في المناهج، لا أعتقد، يعني كثير من التحديث. أذكر أن بعض الأساتذة كان يدرس مادة ويريدهم أن يحفظوا بالسطر بالكلمة، تغير كلمة حتى ولو يعني الفكرة أوصلتها له صح، ينقص الدرجة أو يرسبها. أنا سمعت هكذا، لا أدري. لكن بالنسبة للمواد متاعي أنا لم يكن فيها يعني حفظ، لم يكن فيها حفظ، بالعكس كنت أشجع الطالب، كنت يعني أحبهم أن يصلوا إلى الإجابة بأنفسهم. يجب أن يكون الطالب يعني نبعد عليه شبح أن التلقين، يجب أن يكون مبدع. هو مثلا الرايتنج هذه إبداع، هذه إبداع. هناك يعني الحقيقة ظاهرة الغش التي تنتشر كثيرا في المدارس الآن، ويعني ولا يقومون بمساعدة الطالب في التلخيص. يعني في التلخيص اقرأ من هذا الكتاب، من هذا الكتاب. فعندما يصطدم الطالب بهذا الحجم الكبير من الكتاب يحبط، يعني يحبط. على الأقل أساعده في التلخيص، أساعده في يعني التركيز على يعني قطع معينة. يعني على أيامنا كانوا يقومون بالتلخيص لنا، زيادة على الكتاب كانوا يقومون بالتلخيص. لم نحتاج إلى مدرس خصوصي، عمرنا ما سمعنا بالمدرس الخصوصي، نيفر يعني. لكن الآن العملية التعليمية في المدارس غير جدية. هناك طلبة كثيرون تخرجوا وتفوقوا، وهناك من طلبتي من هو الآن معيد ويدرس، وهناك من فتح معاهد لتعليم اللغة الإنجليزية هناك، خاصة اللي كانوا يعني يدرسوا بالخارج، ولكن مش بالضرورة أن الطالب يعني عاش بالخارج، مش يدرس بالخارج، عاش بالخارج، بس مش من الضرورة أن الطالب اللي عاش بالخارج يكون متفوق في اللغة الإنجليزية. مثلا كان هناك طلبة يتكلمون بطلاقة، لكن لما تجي للقواعد والكتابة وفهم القطعة، فهم قطعة الريدنج، كيف الطلبة اللي عايشين في ليبيا يعني عمرهم ما عاشوا بالخارج. لا، عندي طلبة، يعني طلبتي الآن معيدين ويعني في بعثات، حصلت كثيرا. أحيانا تكون هناك صعوبات، أحيانا هناك تكون صعوبات، يعني مثلا عندنا الامتحان هذا متاع الجزئي، فكنت قبله بحوالي 3 أسابيع نتصل بالإدارة علشان يجهزوا لي قاعة للامتحان ويعطوني مشرف أو 2 يساعدوني على الامتحان، ويعينوا لي قاعة، ويعينوا لي مشرف أو مشرفين. وعندما يعني نأتي لأداء هذا الامتحان أجد أن هذه القاعة أخذت، وفيها محاضرة. أنا حجزتها، أنا كلمت الإدارة قبلها بحوالي 3 أسابيع، وبعدين غياب الطلبة، أحيانا غياب الطلبة. اللغة الإنجليزية ما فيهاش يعني زي ما تقول انتساب، وهناك طلبة لا أراهم إلا أيام الامتحان ولا أستطيع أن أعارض. هذه كانت من الصعوبات ومن الأشياء اللي تضايقني. حزم مع احترام الطلبة، حزم، لكن عليك أن تحترم الطلبة، لا تجرح شعورهم. عمري ما جرحت شعور طالب، لكن يعني حازمة معاهم، فيقولوها، يقولوا الأستاذة هذه لا تهذب ولا، يعني يقولوا لهم في بعض يعني بعض الإخوة يعني زملاء، أنتم ناجحين السنة، والله ما نجح منكم واحد، أنتم ناجحين والله ما تحقوه النجاح. عمري ما اتبعت الأسلوب هذا. أنت تحتاج إلى بذل شيء من الجهد، أنت تحتاج إلى شيء من التحسين، أنت عاود، أنت غير طريقتك. كان يعني أسلوب زي ما تقول إيجابي، لكن في حزم، فهم. أحيانا يقولوا الأبلة الواعرة، الأبلة الأستاذة اللي تكتر لنا، كانوا أحيانا يشتكون يعني مني. ونقول لهم بس إحنا حنعطوا، نوفوا المادة، نوفوها، وبعدين عشان اسمع، بعدين نقدروا ننقص ونحذفوا شويه. فكانوا يطلبوا مني اني نحذف واجد، يبوا هم النجاح باسهل الطرق. الانجاز اللي تحصلت عليه حب الطلبه، والود اللي بيني وبين الزملاء. انا قضيت حوالي 45 سنه في الجامعه، لم يكن هناك اي يعني مشكلة أو تشاحن أو تلاسن بيني وبين الزملاء، وكذلك مع الطلبة، كنت أنظر إليهم كأنهم أبنائي وبناتي، أو كأنني أعرفهم منذ زمن بعيد. كانت العلاقة إنسانية ودية، يحتاج إلى التشجيع، إلى الاحترام، إلى الاعتراف بحقوقه، يعني تسهيل إجراءات التقاعد، يعني عليهم أن يسهلوا إجراءات التقاعد. كثير من الزملاء، وأيضا نحن عانينا كثيرا في إنجاز وإكمال إجراءات التقاعد.